قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول. مع التفاصيل، كل ما يجب معرفته بخصوص الأغنام المستوردة من إسبانيا. تحدث أمين حرمة وهو مستورد في تصريح لمصادرنا عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لاستيراد الأغنام من خارج المغرب والرامية إلى سد الخصاص الذي تعرفه بلادنا ولجعل الأثمنة مناسبة بالنسبة للمواطنين، وأكد أن الأغنام المغربية والأجنبية متوفرة في السوق وأن الأثمنة ستتراوح ما بين 1500 درهم و 3500 درهم. وقال إن الأغنام المستوردة من الجارة الإسبانية تشبه بعض أنواع القطيع المتواجدة في المغرب وأنها تتشابه مع القطعان المتواجدة في الغرب،